تعرف على طائرة B-52 ستراتوفورترس الخارقة في قوتها الحربية. هي طائرة تستخدم في الحروب، ولكن تتميز بقوتها الخارقة وذات قدرات نووية، وتستخدم في سلاح الجو الأمريكي. ولكن نرى المفاجآت في قدراتها، نتعرف عليها في هذا الفيديو. مميزاتها: هي قاذفة قنابل استراتيجية بعيدة المدى ذات 8 محركات. تستخدم هذه القاذفة في سلاح الجو الأمريكي منذ العام 1954، وقد حلت هذه القاذفة محل القاذفتين كونفير B-36 وB-47. وصنعت هذه الطائرة في فترة الحرب الباردة، حيث كان الردع النووي مطلوبا، وتمتلك هذه القاذفة القدرة على حمل وإلقاء 32,000 كيلوغرام، أي 70,000 رطل من القنابل. تصميمها: وتطور تصميمها من طائرة مستقيمة الجناح مزودة بست محركات ومروحتها سريعة وقوية وعنيفة. وقامت هذه الطائرة برحلتها الأولى في إبريل سنة 1952، وحيث أن التصميم كان لنقل الأسلحة النووية في مهمات الردع، وذلك خلال الحروب. وبالرغم من أن هذه الطائرات قد شاركت في العديد من الحروب، إلا أنها قامت خلال المعارك بإلقاء حمولات من القنابل التقليدية فقط. ودخلت هذه الطائرة الخدمة في القوات الجوية الأمريكية عام 1955، وكانت هذه القاذفات تحت قيادة الطيران الاستراتيجي حتى إلغاء هذه القيادة سنة 1992، لتصبح تحت إمرة قيادة القتال الجوي. وفي سنة 2010 تم تحويل كل القاذفات من هذا النوع لتصبح تحت قيادة القصف الشامل في سلاح الجو الأمريكي. وهذه الطائرة لها أداء عالي في السرعات تحت الصوتية، وتكلفة صيانتها المعتدلة أدت لبقاء هذه الطائرة في الخدمة حتى بعد ظهور طائرات أخرى مثل قاذفة نورث أمريكان XB-70 والتي تفوق سرعتها عن 3 ماخ، والقاذفة الاستراتيجية ذات الأجنحة المتحركة روكويل B-1 لانسر، وقاذفة نورثروب B-2 سبيريت الشبحية التي لا يمكن كشفها من خلال الرادار. خصائصها: ولها العديد من الخصائص، منها قاذفة استراتيجية قادرة على القيام بمهامها دون الحاجة لقواعد متوسطة أو متقدمة تقع تحت سيطرة دول أخرى. من ضمن المواصفات التي تم الإعلان عنها أن يكون للطائرة طاقم مدفع الرشاش متحرك مكون من 5 أشخاص، وطاقم الطيران الإضافي مكون من 6 أفراد. كما نصت المواصفات أن تكون الطائرة قادرة على التحليق بسرعة 480 كيلومتر بالساعة، أي 240 عقدة، أي 300 ميل بالساعة، على ارتفاع قدره 34,000 قدم، أي 10,400 متر، ومدى قتالي يبلغ 8,000 كيلومتر، أي 5,000 ميل، والذي يعادل 4,300 ميل بحري. كما نصت المواصفات أن تسلح الطائرة بعدد لم يتم تحديده من مدافع 20 ملم، وأن تكون قادرة على حمل 4,500، أي 10,000 رطل من القنابل، وهي بمدى قتالي يبلغ 5,010 كيلومترات، أي 3,110 ميل، الذي يعادل 2,700 ميل بحري. في نوفمبر عام 1946 أبدى نائب رئيس القوات الجوية للبحوث والتطوير الجنرال كورتيس لوماي رغبته في أن تكون سرعة تحليق الطائرة 645 كيلومتر بالساعة، أي 400 ميل لكل ساعة، وأي 345 عقدة. وكان رد بوينغ بطائرة يصل وزنها 140 كيلوغرام، أي 300,000 رطل. وتم تغيير المواصفات وإبلاغ بوينغ بتغيير الطائرة إلى طائرة من 4 مكونات بسرعة قصوى تصل إلى 645 كيلومتر بالساعة، أي 400 ميل لكل ساعة، أي 345 عقدة، ومدى يصل إلى 19,000 كيلومترا، أي 12,000 ميلا بالساعة، والذي يعادل 10,000 ميل بحري. والطائرة لها قدرة فائقة على حمل أسلحة نووية. قوة تحليقها: فالطائرة تصميمها قادر على التأقلم مع التقنيات الحديثة والمتطلبات الصعبة والمتغيرة، وقادرة على التحليق بارتفاع 35,000 قدم، أي 10,700 متر، ومدى يبلغ 11,125 كيلومترا، أي 6,909 ميل، والذي يعادل 6,005 ميل بحري. ووزن إجمالي يبلغ 125,000 كيلوغرام، أي 280,000 رطل، متضمناً 4,500 كيلوغرام من القنابل و75,225 لتراً من الوقود.
تصميم الطائرة بمحركات النفاثة بعد أن أثبتت هذه المحركات فعاليتها. أدى هذا الأمر لأن تعيد بوينغ التصميم بموديل جديد في يوليو عام 1948 بمحركات ويستينغ هاوس. كان رد الفعل من قبل مدير المشروع في القوة الجوية جيداً، خاصة وأن هذا التصميم وافق ما كان يريده. ورغم كل هذا، فإن القوات الجوية الأمريكية كانت لا تزال تظن أن استهلاك الوقود في المحركات النفاثة عال جداً، لذا فقد طلبت إدارة العتاد تصميم الطائرة بمحركات تيربو بروب النفاثة، وتم تصنيع 3 طائرات من طراز B-52A، وأعيدت هذه الطائرات لبوينغ كي تقوم بالاختبارات والتجارب عليها. تم تحديث العقد في 9 يونيو عام 1951 لتغيير المواصفات. أول الطائرات دخولا للخدمة كانت من طراز B-52. هذا كل شيء أعزائي المشاهدين، انتظروا أقوى الفيديوهات التكنولوجية للطائرات وكل شيء على قناتكم قرية تكنولوجيا المستقبل.